سأل الملك عبد الله ولي عهده: لماذا لا تأتي إلى رؤيتي وأنت أحد إخوتي المفضلين؟ كانت العلاقة بين الأخوين في أوج عطائها قبيل سنوات طويلة من تولي ذلك الشبح الغامض الذي لعب أدواراً غاية في الخبث للإيقاع بينهما، حتى يتسنى له الأمر في تحقيق طموحات لطالما حلم بها. فعلى مدار تلك السنوات الطويلة التي رأس فيها المستشار خالد التويجري الديوان الملكي السعودي ابان فترة حكم الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تمتع بنفوذ قوي وسطوة مفرطة لم يسبقه إليها أحد خارج العائلة المالكة، فهو ذلك الرجل الذي لا تفارق الابتسامة وجهه، الشبح الذي عاون الملك عبد الله على تحويل الحرس الوطني السعودي إلى قوة استثنائية لا يمكن أن يستهان بها، وكذلك هو الرجل مهندم الهيئة الذي يحمل خاتماً ألماساً في يده. لكن تساؤلاً في محله كشف كل الغموض الذي يحيط بتلك العلاقة بين الأخوين التي أضحت فاترة في آخر سنواتها بفعل فاعل. تساؤل كان يحتاجه ولي العهد آنذاك الأمير سلمان بن عبد العزيز: لماذا لا تأتي إلى رؤيتي وأنت أحد أخوتي المفضلين؟ هكذا تساءل الملك عبد الله في المقابلة الأخيرة التي جمعته حياً بخليفته سلمان، الذي وقف على شفا خطوة من يوم موعود يلملم فيها شتات أواصره قبل أن ينقضي الأجل. وبعدها تتضح له الصورة كاملة أمام العاهل المستقبلي الذي أدرك أن هناك من يخطط لإحداث الوقيعة إن لم تكن قد وقعت بالفعل. لكن التساؤل الحار على ما يبدو أعلن عن عدم نجاح مساعيه بعد. كان التويجري أقوى شخص غير ملكي في السعودية، لقد كان كمن ولد لأجل القيام بهذه الوظيفة. هنا باح ولي العهد بكل ما خزنه طيلة الأشهر الماضية، وأعلم ملكه أنه كان دائما على مقربة منه، لكن تصرفات رئيس الديوان الملكي المستشار خالد التويجري لطالما حالت بينه وبين رغبته في التقارب، فضلاً عن خطوات متسارعة تحرك بها التويجري لتضييق الخيارات أمام الملك عبد الله، ودفعه دفعاً لاتخاذ قرار ثوري وغير مسبوق في بلاد الحرمين الشريفين قبل خط النهاية بقليل. خطوات استوعب من خلالها نجل عبد العزيز التويجر الذي كان أحد المقربين من الملك المؤسس أن الأمير سلمان آخر حبة في عقد السديرين السبعة نسبة إلى والدته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، ومن ورائه شاب متحمس دائما ما مثل أرقا واسعا لرئيس الديوان الملكي لم يعرف أحد أسبابه حتى هذه اللحظة. لكن بما أن مسألة انتقال السلطة إلى الجيل الثالث ستكون في عهد الملك سلمان، ربما يتضح السبب. تساؤلات واسعة وعلامات استفهام مثيرة احتاجت من جانب التويجري وأسرة الملك عبد الله المقرب منها المزيد من التفسير والإجابات الوافية لوضع حد لذلك العائق شديد الخطورة حتى ينتهي وتعود الأمور إلى نصابها. كانت القرارات تخرج من القصر الملكي لتطويق سيطرة الملك القادم في كل الأحوال، وإحداث نوع من المحافظة على ما تبقى من الإرث القائم والعميق، خاصة بعدما تحدد ولي العهد بشكل مسبق. كل ذلك كان يدور في الخفاء، وربما لم يكن الملك سلمان يعلم عنه شيئا، لكن القدر أراد أن يغير مجرى اللعبة ويكشف الأوراق الغامضة على الساحة في صراع لن يتمكن من حسمه لصالحه إلا القادر على مباغتة الآخر. مع تقدم الملك عبد الله في العمر نمت قوة التويجري ووقع قوانين جديدة باسم الملك عبد الله، وأخذ لنفسه منصب أمين عام البيعة. في خضم ذلك الوضع كان هناك أمير شاب يدرك حجم ما يحاكى لوالده وربما له بشكل شخصي في الخفاء، ويجهز نفسه جيدا لأن يرشح كفة الأمير سلمان في ذلك الصراع الخفي. أمير كان يخشاه رجل القانون الذي ساقته الأقدار
إلى رئاسة الديوان الملكي صراحة، ويخشى منه على البعض داخل العائلة الحاكمة من المقربين إليه، لأنهم جميعا يعلمون قيمة ما يجهز له للمملكة في قادم الأوقات. فالتويجري الذي أطلق عليه البعض داخل المملكة الملك خالد التويجري كان معنيا بكل شيء صغيرا كان أو كبيرا يخص الملك، من بداية المباحثات والمحادثات السياسية وحتى لقاء أشقائه وعلى رأسهم ولي العهد. فنفوذه كان مستفحلا في ذلك الوقت، ورغبته في استمرار إمبراطوريته بلا شك كانت عظيمة، خاصة بعدما عين أمينا عاما لهيئة البيعة في السعودية. فحاول جاهدا أن ينحي الأمير سلمان وأيا من أبنائه من المشهد، وتحديدا ذلك الشاب الذي قرأ المشهد مبكرا منذ عمله الأول في الحكومة السعودية، والذي كان يمثل عائقا ما أمام التويجري بكل سطوته ونفوذه المفروضة في كافة أنحاء المملكة. وربما ما دفعه للقيام بتلك الأفعال التي لم ترق أبدا لولي العهد، ذلك الأرق الذي يمثله الأمير الشاب، رغم أنه لم يكن هناك أي سبب يدعو التويجري من جانب الملك عبد الله أن يهمش الأمير سلمان بأي شكل من الأشكال. ضرب الملك سلمان رئيس الديوان على وجهه بصفعة ترددت عبر ممر المستشفى بصوت عال. حاول التويجري بكل طريقة ممكنة لكن دون جدوى، حتى في آخر لحظات الملك شدد على أتباعه بعدم إخبار ولي العهد بتفاصيل حالته، لكن عيون الأمير الشاب في القصر كانت تلاحقه بدقة متناهية، وما أن لفظ أنفاسه الأخيرة في مشفى الحرس الوطني بالرياض تحولت الأجواء إلى توتر شديد، وربما شعر التويجري أن مخططه لا يزال في طريقه إلى بر الأمان. لكن ما أن وجد الملك سلمان في وجهه داخل المشفى أدرك أن كل شيء قد انتهى، وعليه أن يتقبل نتيجة أفعاله. لكن قبل ذلك على أسطورة التويجري الغامضة أن تنتهي بشكل استثنائي يليق بما فعله مع العاهل الجديد، نهاية تكفل بها الملك سلمان بعدما وجه له صفعة مدوية. لم يحسب خالد التويجري حساب هذه اللحظة أبدا، فقد كان يعلم أن الخطأ ليس له وجود في خطته التي ستغير وجه المملكة لسنوات. لكن الأمير محمد بن سلمان كان له رأي آخر، وهو من انتصر في النهاية. وبعدها تتضح الصورة كاملة أمام العاهل المستقبلي الذي أدرك أن هناك من يخطط لإحداث الوقيعة إن لم تكن قد وقعت بالفعل. لكن التساؤل الحار على ما يبدو أعلن عن عدم نجاح مساعيه بعد مساع حاول عليها كثيرا ذلك الشخص شديد الأثر والنفوذ في آن واحد، المستشار خالد التويجري، الذي ولد في العام 1960 في العاصمة السعودية الرياض، ثم درس القانون وتخرج من جامعة الملك سعود، ثم استكمل تعليمه بولاية كاليفورنيا الأمريكية عندما حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعتها، قبل أن يحصل على آخر في التشريع الجنائي الإسلامي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، شخصية لم يعرف صاحبها في حياته العملية إلا العمل في رحاب الحرس الوطني برئاسة الملك عبد الله. لكن بتوليه منصب المستشار القانوني لوزارة الحرس الوطني السعودي، ومن ثم المستشار والسكرتير الخاص لولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، كان الطريق ممهداً لإحداث ما يرغب به في القصر الملكي السعودي.